نموذج عن التكنولوجيا في دورته الثالثة، والشباب اللي تواصلوا في مايكروسوفت وفي الشركات الأجنبية العالمية وفي مجال البرمجة، كل حاجة فيه، كل حدث فيهم أو كل توصية منها بتنفذ على مدار عام أو على مدار الأعوام التي تسبقه. استاذ احمد، لو اتكلمنا بقى على اهم المحاور المثاره داخل هذا المنتدى، هناك محاور هامه جدا هيتسلط عليها الضوء، بعدها نوقش في ورش وبعدها سوف يناقش في ورش قادمه. النهارده عندنا اول ورشه هي ورشه حياه كريمه، هي هتعرض تجربه حياه كريمه اللي تنفذها مصر، تستفيد بيها 60% من الشعب. دي هتبقى من اول الورش، انما المحاور نفسها بتاعت المنتدى عندنا التحدث عن قمه المناخ والتغيرات المناخيه، عندنا التعلم عن بعد، عندنا ما بعد جائحه كورونا، عندنا مستقبل الطاقه والبترول وما بعد البترول. في موضوعات هامه مطروحه في العلاقات الخارجيه ما بين الدول، العلاقات الدبلوماسيه. خلي بال حضرتك ان كل مجموعه شباب قادمين من دوله هم سفراء ليها. تجمع الشباب مع بعض بيخلق جو ازاله العقبات والمفهوم الاعلام المضاد اللي بيوجه عن صور الدول نفسها للاخر. كل حد من الشباب دول بوسائل اعلامه في بلده بيرجع تاني بيقدم نموذج اعلى واكبر للمؤتمر دوت وقوته ما بين المجتمع.